رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وإلى كافة حكام الإمارات بمناسبة نجاح سباق كأس دبي العالمي للخيل 2023. جاء ذلك لدى حضور سموه منافسات كأس دبي العالمي للخيل والذي أقيم مساء السبت على مضمار ميدان بمدينة دبي بحضور رسمي وجماهيري غفير. وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن كأس دبي العالمي للخيل يعتبر الحدث الأهم والأبرز عالميا على مستوى سباقات الخيل وأصبح يشكل علامة فارقة على مستوى سباقات الخيول العالمية عاما بعد عام في ظل التنافس القوي بين الفرسان ومشاركة أفضل الجياد من مختلف أنحاء العالم والتواجد الرسمي القوي لكبار القيادات العالمية والحضور الجماهيري الواسع والتغطية الإعلامية المتميزة. وأضاف سموه أن النجاح الباهر الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافة كأس دبي العالمي للخيول يمثل مصدر فخر واعتزاز لكل الدول الخليجية والعربية، مشيدا سموه بالدور البارز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إنجاح الحدث وذلك على ضوء التحضيرات التي قامت بها دبي من أجل تنظيم الحدث العالمي.